هذا المشهد هو الأجمل في الجولة الثانية. صورة من صور بر الوالدين كان حاضرا في مدرج مباراة العدالة وضمك، انعكاسا لمشهد نراه ونريد أن نراه كثيرا في مجتمعنا. جدل واسع صاحب عددا من القرارات التحكيمية، ورغم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد أو ما يشار إليها بتقنية الفار، إلا أن الجدل والاعتراض ما زال ملازما لقرارات الحكام. ارتفع عدد الأندية الرابحة للمليون ريال وفقا للقاعدة الجماهيرية في الجولة الحالية، حيث حصلت 5 أندية على مليون ريال بزيادة مليون عن الجولة الماضية. أربعة أندية فشلت في الحصول على أي نقطة خلال الجولتين الأولى. الرائد خسر من الاتحاد والهلال، وضمك سقط أمام النصر ثم أمام رفيقه في الصعود العدالة، والوحدة تلقى خسارتين على أرضه، والفتح ليس ببعيد عن الوحدة. حافظ فريقا النصر والفيصل على نظافة شباكهما خلال الجولتين الماضيتين. النصر حقق العلامة الكاملة من النقاط ودون أن تهتز شباكه، أما الفيصلي فقد تعادل في الجولتين سلبيا. شهدت الدقيقة 73 في مواجهة الشباب والفيصلي إهدار أول ركلة جزاء في النسخة الحالية، عندما صدمت كرة جوانكا لاعب الشباب بالقائم. الحمد لله، الحمد لله على الفوز، وإن شاء الله يا ربي ينصر البلد. اليوم تدري أنهم خذوا